كابتن اسامه، شوط جيد من النادي الاهلي وتقدم منطقي 2-0. الحمد لله، يعني في ثقه في الاداء رغم الضغط اللي كان على فرقه النادي الاهلي بعد الهزيمه من صن داونز، لكن في ثقه وفي فروق واضحه جدا سواء على المستوى الفردي او الجماعي. فرقه القطن ما بتلعبش، اولا ما عندهمش امل فما بيلعبوش بعنف ولا تكتل، ولا بيلعبوا لعب مفتوح، فالاهلي قدر مسيطر. الاجناب شغاله كويس ناحيه علي معلول وعبد القادر، ناحيه هاني وبيرسي تاو. وسط الملعب مسيطرين عليه عمرو السوليه ومروان عطيه وقفشه، وكهربا بيتحرك كويس وقدر يجيب جونين سهلين، وكان مهم جدا الهدف الاولاني رغم ان كان واضح من اكتر من كوره، تسديده لقفشه، تسديده كهربا، واحده من كهربا السوليه اعتقد حطها والجون خرجها. واضح ان الاهلي قريب، بس الجون جه ادى ثقه اكتر في الدقيقه 23 ثم تغطيه الجون، ودي كانت اهم حاجه عشان ما يبقاش في ضغط على اللعيبه وهي بتلعب. قدروا يجيبوا جونين بدري، المهم انه يحافظوا على كده وما يحاولوش يدخلوا فرقه القطن باي شكل من الاشكال في الجيم. صحيح. لانه لو جه جون رغم ان في فوارق زي ما قلنا بين الاهلي وواضحه جدا، ولكن برضو ما تدخلهمش معاك، يعني حاول تجيب جون تالت او على الاقل ما يبقوش يعملوا اي خطوره على الشناوي عشان ما تدخلهمش معاك. كابتن عادل، النادي الاهلي يلعب ازاي الشوط الثاني؟ يلعب بنفس طريقته، هو ماشي كويس قوي. يمكن احنا اتكلمنا على كهربا قلنا محتاجين ان هو يبقى عنده ثبات عند المرمى. جاب الجون الاولاني، افضل حاجه لاي فرقه اللي هو اول فرصه تجيلك حقيقيه انك تجيبها جون، وجاب الاولانيه وجاب الثانيه، التحركات بتاعه جيده. قفشه وعبد القادر تحركاتهم برده جيده النهارده. الناحيه الشمال علي معلول برده شغال من وراهم كويس علشان تحافظ على اللي انت فيه، انك انت لازم ما تلعبش ما تجهدش نفسك، تنقل كتير قوي، تلعب بتوازن، بلاش تضغط كتير، وبلاش في نفس الوقت انك انت تلعب مدافع متبالغ، لا العب اللعب المتوسط التجاري اللي هو بمعنى انك انت لازم توصل انك انت الفرصه القادمه تقضي على امالهم خالص، انك تجيب جون وتقضي على امالهم، وبعدين تلعب علشان حته ان شاء الله انت راجع لضغط مباريات، مش عايزين اجهاد وعندك مباراه صعبه اللي جايه. كابتن بلال، النادي الاهلي لعب كل هدوء وسيطر على المباراه، هو اللي اتحكم في ايقاع اللعب ولعب بكل ذكاء الشوط الاول، وكان من وجهه نظري اداء جيد وشوط جيد بالنسبه للنادي الاهلي. كنت بتكلم قبل المباراه على استغلال انصاف الفرص، وشفنا فرصتين النهارده الكهرباء اتعملوا بشكل حلو، يعني حتى احنا بنتكلم على كهرباء ان هو هداف، هو اللي تمكن من احراز الهدفين، ولكن كان في شغل من احمد عبد القادر، فكان في شغل من بيرسي تاو، والثلاثه صنعوا الهدفين. حقيقه كابتن، اداء جيد من النادي الاهلي الشوط الاول، واداء متوقع برضه من الاهلي الشوط الاول، رده فعل جيده من لعيبه النادي الاهلي بعد المباراه اللي فاتت. في هدوء في الاداء، في باصات كتير بتتلعب النهارده، في تركيز في الملعب واضح، يعني انت وانت بتتفرج على اللعيبه بتبقى قاري افكارهم، واضح ان في تركيز النهارده في المباراه، واضح ان اللعيبه عايزه تعمل ماتش جيد بالنسبه لهم. يعني انت ساعات لما بتعمل ماتش سيء او نتيجه سيئه بتحاول للمباراه اللي بعديها انك يعني تعمل حاجتين مهمين جدا، انك تطلع كل الطاقه اللي موجوده عندك في الملعب، وانك تركز بشكل كبير جدا جدا في ادائك في الملعب. فده الواضح في اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده، في تركيز جدا في البساط، في الضغط، في اللعب، في الاداء، في التحول، في الاستحواذ. تمام. حتى كمان النهارده في حاجه مهمه جدا جدا يا كابتن، وهي الاداء الجماعي. تمام. واستغلال الفرص بشكل جيد. يعني النهارده بيرسي تاو الكره بتجي له، هو يجيب جول؟ لا، بيباص. بيباص الكره. تمام. فاهم قصدي؟ يعني صحيح. ده اللي موجود النهارده في الماتش. مزبوط. انك انت ما فيش انا في الفريق. مزبوط. ودي حاجه جيده جدا جدا النهارده في الشوط الاول، ظهرت بشكل كويس جدا جدا. انا بشتغل للفرقه النهارده، مش بشتغل، ولما هتشتغل للفرقه خد بالك انت بتشتغل لنفسك برضه في نفس التوقيت. تمام. لكن الحقيقه النهارده اداء متميز الشوط الاول للعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله اتمنى الشوط الثاني باذن الله تعالى ان احنا نسجل هدف ثاني عشان يبتدي برضه اللعيبه يعني باذن الله ان شاء الله يبقى في تغييرات وفي راحه عشان عندك سفر وعندك بطوله الدوري. كابتن اسامه، تقدم منطقي والاهلي لعب السهل الممتنع. حقيقه يعني الخطوط قريبه، اللعيبه قريبه من بعض، عشان كده تلاقي في سهوله في الباص. اللعيب اللي بيستلم الكوره بتلاقي واحد واثنين وثلاثه بيظهر له. الهدفين بتوع النادي الاهلي فيهم شبه من بعض من ناحيه المساك الشمال والباك ليفت الشمال،
الباك ليفت بتاع القطن الكاميروني في المساحه دي بالزبط. مساحه ما بين الباك والمساك. الهدف الاول حطها مارون عطيه القفشه اللي شاط او عمل بالعرض، لكن كان في متابعه جيده من محمود كهربا. الهدف الثاني نفس الكلام، عمرو الصياح حطها في نفس المساحه لبيرسي تاو اللي عملها بالعرض برضو لمحمود كهربا اللي كان متابع ومتمركز تمركز جيد. زي ما هي دي نقطه ضعف القطن الكاميروني الحته دي، برضو الجبهه الشمال وينج الشمال هو دي مركز الخطوره في القطن الكاميروني، علشان كده معلق قدامه على طول، يلزم يعني على محمد هاني لازم يصحصح ويحط عينه عليه، لازم يبقى عنده فيه خشونه اكتر من كده محمد هاني. النادي الاهلي اتمنى ان شاء الله الشوط الاولاني وان سايد جيم، الشوط التالي الثاني اتمنى ان شاء الله نبحث احنا على الهدف الثالث عشان نقتل المباراه تماما، خاصه لا قدر القطن لو جاب هدف هتبدا الامور ايه، اللعيبه هتتوتر شويه في داخل الملعب، هيبقى في قلق. لكن عايز الشوط الاولاني اللعيبه ماشيه بشكل يعني اكثر من ممتاز، اتمنى بدايه الشوط الثاني تكون بنفس القوه في الشوط الاولاني. لكن هل ممكن من المستر كولر ان هو يلجا للدكه من بدايه الشوط الثاني ولا ما يعني ملاش داعي؟ عندك في لعيبه طبعا، حمدي فتحي موجود لو حبيت، الجو حر في كان في كميات جري كتيره خاصه ان الشوط الاولاني كله بتاع الاهلي دفاعيا وهجوميا. عندك حمدي فتحي لو حبيت تستعين بيه في تامين في نص الملعب. عندك حسين الشحات ورقه هجوميه برضه ممتازه، فممكن. ومحمد شريف على حسب كهربا، كهربا برضه ما خدش 90 دقيقه من زمان، فعندك الثلاثه دول حمدي فتحي محمد شريف حسين الشحات ممكن يكون دول اقرب ثلاثه لو عايز تنشط هجوميا، عايز تنشط في نص الملعب وتعمل يعني قوه دفاعيه في نص الملعب. خبطه الدماغ في اوقات كهربا عايزين كل ماتش لو كده بقى كل ماتش خبطه يسجل لنا هدفين. بس هو طالما كسبان 2-0 والفرقه ماشيه بشكل كويس، لا استنى مش هيغير بسهولة. يعني ممكن بعد ربع ساعه تلت ساعه لو جبنا هدف ثالث هيبقى كمان اكتر. يعني لو جبنا هدف ثالث في بدايه الشوط ممكن هيروح مسرع التغيير، لكن لو فضل بس هو هيلعب بنفس الاسلوب يا كابتن اسامه وهيضغط على الفرقه دي برضه لانه سهل انك تروح تجيب جون عليهم بالظبط، فهيفضل مستمر طالما الفرقه ماشيه بشكل كويس وجايبه جونين. لكن ممكن يغير بعد ربع ساعه تلت ساعه، يبتدي ينشط ببعض اللعيبه ويريح بعض اللعيبه اللي لعبت. بس لسه المباراه ما انتهتش يعني، هو في حساباته 2-0. انا بقول الاهلي يدور على التالت عشان يقتل المباراه، لكن لا قدر الله القطن جاب جون تبدا تخش بقى ايه في توتر شويه، فانا ابحث عن الهدف الثالث. وما طبعا ما فيش تغييرات بين الشوطين، انت استمر كده وبعد كده تشوف مين بقى اللي هيتعب مين اللي هيجهد. ممكن تستعين بدكه البدلاء. اول خمس دقائق مهمه حقيقي في الشوط الثاني، اول خمس دقائق تحسس الفرقه ان انت خلاص ما اكتفتش بالهدفين وانك انت شرس في الملعب وانك انت عاوز تحافظ على مكسبك. صحيح. ممكن يتسلل لهم الايه القلق. لما تشتغل بعد 10 دقائق 15 دقيقه تطور فكرك تاني، تطور الفكر الهجومي، تطور الفكر في اللي هو الطلوع بالمجموعه كلها. تقدر تغير فرقتك وتقدر تريح لعيبه تاني بالدقائق اللي انت عايز تعملها كمدرب، لانك يبقى عندك شغل كتير قوي بعديها. سريعا كابتن بلال، توقعاتك لاحداث الشوط التاني او السيناريو المتوقع. بص هو خلينا في السيناريو القائم. السيناريو القائم هو الاهلي مسيطر بشكل كبير. يعني الاهلي هو اللي بيدور على المكسب، وده الطبيعي في مباراه النهارده. انا اعتقد الشوط الثاني مش هيتغير كتير يعني، بس ممكن الاداء البدني يقل شويه نتيجه برضو ان انت بتلعب في جو صعب شويه، الجو حر شويه، لكن الارض ارضيه الملعب شايفها كويسه، مساعده النادي الاهلي بشكل كويس. لكن ممكن نتاثر شويه بدرجه الحراره، فاعتقد ان في هيبقى في تغييرات وتغييرات كتيره يعني. صحيح. باذن الله كابتن اسامه، اتوقع اهداف الشوط الثاني. اتمنى ان شاء الله نزيد من الاهداف، واتمنى ان شاء الله شكل النادي الاهلي خاصه في عمليه الاستحواذ تستمر الشوط الثاني. وزي ما الكابتن عادل قال، اول خمس دقائق او 10 دقائق في الشوط الثاني لازم يبقى فيه قوه وتركيز فيه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.